ازيكم يا شباب؟ معاكم دكتور مينا جاد والبيولوجي للثانوية العامة. الحلقة دي مهمة جدا جدا لأن هنحل فيها الامتحان الاسترشادي اللي نزلته وزارة التربية والتعليم، واللي غالبا بيكون الامتحان النهائي بيكون متشابه ليه، يعني بياخدوا من الأفكار بتبقى تقريبا في نفس المستوى. الامتحان ده مهم جدا، يعني الحلقة ديت حرفيا من أهم الحلقات اللي ممكن تتفرج عليها. الحلقة دي لو انت طالب ثانوية عامة اتفرج عليها وابعتها لأصحابك. لو انت طالب في أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو أي حد بيتفرج علينا ابعتها، ضروري جدا 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 لأي حد تعرفه من صحابك من قرايبك في الثانوية العامة، لأنها فعلا حلقة مهمة جدا جدا ومفيدة، ومنها كمان كأننا بنراجع على المنهج بالكامل. هنبدأ نمسك الامتحان. هو الامتحان متشابه جدا للامتحان اللي هيجي ان شاء الله في اخر السنة. طبعا انتوا عارفين السنة دي 2023 انه قالوا ان هم هيبدأوا ينزلوا اسئلة مقالية. هنبدأ نشوف اشكال الاسئلة المقالية عاملة ازاي، وزي ما الوزارة صرحت وقالت انه الاسئلة المقالية هيكون مطلوب فيها ان انت تكتب حاجات بسيطة، يعني مش اسئلة مقالية كبيرة مثلا كومباريزون او الحاجات الكبيرة، لكن هتكتب حاجات بسيطة. هنبدأ نمسك الامتحان، هو عبارة عن 50 سؤال، هنبدأ نمسكه كده واحدة واحدة ونشوف الأسئلة. أول سؤال بيقول لي What is the importance of budding to yeast fungus؟ إيه الأهمية بتاعة البادنج؟ طبعا احنا عارفين إن البادنج ميثود من الميثودز بتاعة الأسيكشوال ريبرودكشن. طيب إيه أهميته في اليست فانجس؟ عشان أطلع نيو individuals ولكن مختلفة في السايز، ولا اطلع individuals carrying new traits؟ طبعا new traits ديت مستحيل لان احنا خدنا الاسيكشوال ريبرودكشن ما فيهوش اي new traits، هي نفس التريتس القديمه. producing large numbers of individuals of the same species، ده الهدف فعلا بتاع الاسيكشوال ريبرودكشن عامه، ان انا اطلع individuals كتير بسرعه. producing individuals more adapted to environmental conditions، لا دي كانت واحده من المميزات بتاعه السيكشوال ريبرودكشن، وبالتالي الاختيار بتاعنا هيكون ان انا هختار الإجابة C. producing large numbers of individuals of the same species. طبعا لو جالك budding أو جالك أي حاجة من حاجات الـ asexual reproduction. السؤال اللي بعده بيقولي which of the following distinguishes the reproduction of poultry fish from rabbit reproduction؟ ما الذي يميز الـ reproduction بتاع الأسماك البولتي عن الرابت؟ site of embryo development، هي مبدئيا دي الإجابة، بس خلينا برضو نشوف بقية الإجابات، لأن أنا عندي البولتي فيش. لو نفتكر الفيش كانوا طريقة التكاثر بتاعتهم إزاي، كانوا بيرموا الجاميتس بتاعتهم في المية، فالجاميتس تبدأ تلتقي بره والسمك يبدأ ينمو بره، تمام؟ يعني بنقول إن هو external fertilization، تمام؟ لكن عكس الرابت، الرابت لأ. نكمل بقية الإجابات. type of division that form the gametes، لا الجاميتس هنا N وهنا N، و sexual reproduction عادي وهيديني 2N. type الأوفا are smaller in size، لا برضو. type variation in genetic traits، طب ما هو ايه اللي بيميز البولتي فيش عن الرابت ريبرودكشن؟ ما انا عندي فيه في الاتنين sexual reproduction، وبالتالي في variation في الجينيتك سايز، تمام؟ ده بالعكس، ده انا عندي الرابت كمان في نمبر سي، الرابت عندي او عندي عامه كل المامز، كل الفصائل بتاعت المامز الاوفا بتاعتها بتبقى اصغر، تمام؟ ليه؟ لان انا عندي الامبريو هيقعد جوه اليوترس وهياخد التغذيه من جوه اليوترس عكس البلطي، تمام؟ فبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون سايت اوف امبريو ديفلوبمنت، هو ده فعلا الذي يميز البلطي عن الرابت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following cells can't synthesize proteins؟ مين من الخلايا ديت لا تصنع او لا تستطيع تصنيع البروتينز؟ red blood cells، nerve cells، white blood cells، mast cells. طيب تعالوا نمسك كده خلية خلية ونشوف ايه وضعها في الحياة. ال red blood cells، انا عارف ان ال red blood cells دي اصلا ما فيهاش nucleus، ما فيهاش DNA، يعني بعد ما يحصل لها ماتيوريشن ما فيهاش، فبالتالي ما تقدرش ان هي تصنع بروتينز، لان انا عشان اصنع البروتينز انا محتاج لازم يكون عندي دي ان ايه ونيوكليس
عملية الترانسكريبشن والترانسليشن. طيب النيرف سيلز تقدر تصنع عادي، الوايت بلاد سيلز نفس الكلام، الماست سيلز نفس الكلام، لكن الريد بلاد سيلز دونت كونتين نيوكلياي، اصلا دونت كونتين نيوكليس، مفيش نيوكليس جوه الريد بلاد سيل. السؤال الرابع بيقول لي which of the following tools can be used in cloning segments by using one enzyme only. مين في دول اقدر اعمل كلوننج للدي ان ايه، اقدر اعمل تكاثر للدي ان ايه باستخدام انزيم واحد فقط؟ طبعا دي ده سؤال مباشر يعني ما فيهوش اي حاجه. البي سي ار ديفايس، لو تفتكروا ان احنا كنا بنستخدم التاك بوليمريز، والتاك بوليمريز دوت كنت على طول بنزل له حته الدي ان ايه وهو يعمل لي ليها ديبليكيشن، يعني ده سؤال مباشر ما فيهوش اي حاجه خالص. نتمنى ان شاء الله امتحان اخر السنه يكون في نفس المستوى بتاع الامتحان دوت، امتحان حلو معظمه سهل، في بعض الافكار يعني انا شايف بصراحه الامتحان متوازن جدا جدا، اللي هو الامتحان التجريبي دوت امتحان متوازن جدا. Albinism results from a gene mutation in the tyrosinase enzyme that synthesizes melanin pigment. يعني بيقول لي الالبينيزم دي بتيجي نتيجه تحور او تغير في جين اسمه التايروزينيز انزايم. هذا الانزايم مسؤول ان هو يصنع الميلانين بيجمنت. What is the technique that could be used to cure albino embryo at early stages of his or her embryonic development؟ يعني انا عايز اعالج هذا البيبي من هو لسه امبريو، من هو لسه جنين في رحم الام، اعمل له ايه؟ اديله التايروزينيز انزايم ولا ادخله ميلانين سينثسايزنج جين inside the fetus cells، ولا ادخل messenger RNA for tyrosinase enzyme synthesis inside the fetus cells، ولا injecting the embryo cells with melanin pigments. طيب خلي بالكم علشان السؤال ده فيه تركية كده بسيطة وهقولها فين دلوقتي. طبعا اول حاجة injecting the mother cells with tyrosinase enzyme مش هعمل بيه حاجة، تمام؟ هتقول لي ده الانزيم ده ممكن يروح لغايه البيبي، ماشي هيستخدمه شويه ويعمل ميلانين وبعد كده انا ما حلتش اساس المشكله، يبقى مش هتنفع ايه خالص. اوكي طيب سيبك من بي وخلينا في سي ودي، خليني الاول في دي. injecting the embryo cells with melanin pigment، نفس الفكره، لو انا رحت اديته الميلانين بيجمنت بعد فتره انا ما حلتش اساس المشكله، هو جايب لك اساس المشكله ان في مشكله في الجين، ده اساس المشكله عندي. يتفضل بي وسي بقى، خلينا في سي. سي يقول لك ايه؟ inserting messenger RNA for tyrosinase enzyme synthesis inside the fetus cells، يعني انا هدخل له المسنجر ار ان اي تمام الخاص بالتيروزينيز انزيم واقول له اتفضل يلا ابدا صنع يعني ابدا بقى صنع هذا الانزيم اللي بيصنع الميلانين. طيب انا كده برضو ما حلتش المشكله، ليه؟ انا لما اجي ادخله المسنجر ار ان اي مره خلاص اوكي هيبدا يصنع منه مره وخلاص، المسنجر ار ان ايه ده يبدا ان هو يتكسر. طب وبعد كده في المستقبل؟ فانا لازم ادخل له الجين نفسه، انا لازم اعمل انسرشن للميلانين سينثسايزنج جين، ادخل له الدي ان ايه نفسه جوه الخلايا بتاعته علشان يفضل هذا الجين موجود ويبدا يعمل ويصنع التايروزينيز انزيم على طول. فهقول له انسرتنج ذا ميلانين سينثسايزنج جين انسايد ذا فيتس سيلز. السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لي which of the following best describes fallopian tube in a normal woman. ايه الاحسن يعني جمله مظبوطه؟ cilia of the tube move towards the ovary، cilia بتاعت التيوب move towards the ovary، end of the tube is wider than its beginning، beginning of the tube is attached to the ovary، cilia of the tube moves or move towards the uterus. طبعا الاجابه واضحه وصريحه ان السيليا بتاعه التيوب بتبدا ان هي تتحرك ناحيه اليوترس، يعني بتبدا تاخد الاوفم وتبدا ان هي تدحرجها، لو تفتكروا كانت هي المسؤوله عن الدحرجه ناحيه اليوترس. طب تعالوا نشوف بقيه الجمل. طبعا اول حاجه ان هي move towards the ovary دي غلط. End of the tube is wider than its beginning، لا بالعكس ده انا البيجيننج عندي لو تفتكروا كان منظرها عامل كده وبعد كده تبدا انها تزيد. طيب beginning of the tube is attached to the ovary، بدايه التيوب
اتاتشد للاوفري، لا هي مش اتاتشد للاوفري، هي بتبقى فيها زي فينجر بروسيسس كده بالمنظر ده، وعندي الاوفري تبقى قريبه منها مش اتاتشد ليها، وتبدا ان هي تستلقى الاوفم وتبدا ان هي تروح مدحرجاها جواه. سؤال رقم 7 بيقول لي what is the case that could be treated by the test tube babies technique؟ ايه الكيس اللي اقدر اعالجها بالتست تيوب بيبيز تكنيك؟ absence of cilia from the fallopian tube, removal of the mother's uterus, reaching the age of menopause, removal of the two ovaries. طبعا هتبقى ال absence of cilia. طيب ليه؟ تعالوا نشوف برضو بقية الاجابات ونقول ليه اخترنا ايه. اول حاجة لو شلنا اليوترس، طب هو البيبي ده مش بعد ما هنبدأ نعمله بره مش لازم ادخله جوه اليوترس بتاع الام عشان ينمو جوه الام؟ هينمو بره؟ مش هينمو بره. طيب سي ريتشنج ذا ايج اوف مينوبوز، الايج اوف مينوبوز هل كده الست دي عندها اوفم اصلا؟ ما هو مفيش اوفم اصلا. طيب ريموفال اوف تو اوفرز، نفس الفكره، شلت الاوفرز هجيب منين اوفم؟ تمام، ده لو واحد هيحل بطريقه الاستبعاد يعني. ابسنس اوف سيليا فروم ذا فالوبيان تيوب، اه لان لو مفيش سيليا البيبي مش هيتدحرج من، او يعني الزايجوت اللي هيتكون عندي مش هيتدحرج من خلال الفالوبيان تيوب ويروح لغايه اليوترس، فانا محتاج ان انا اخلص العمليه دي كلها بره وبعد كده اروح مدخله على طول في اليوترس مره واحده. يبقى الاجابه بتاعتي absence of cilia from the fallopian tube. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following stages of human embryonic development has the highest rate of DNA duplication in the embryo cells؟ فين الفترة اللي فيها أعلى ديوبليكيشن؟ طبعا الفترة اللي فيها أعلى ديوبليكيشن هتختار المراحل الأولى للحمل، تمام، المراحل الأولى خالص لسه البيبي بيتكون. احنا خدنا ان انا عندي يعني بالذات السكند تريمستر دوت بيبقى فيه بقى نمو رهيب، فانا هختار الصورة التي تعبر عن السكند تريمستر عندي اللي هي الإجابة بي. طبعا هتلاقي A و C متشابهين لبعض، دي ده خلاص نازل هيتزفلط اهو بيقول لك انا نازل، فهي الإجابة بي. سؤال رقم 9 بيقول لي which of the following best describes the bacteriophage genome؟ طبعا البكتيريوفاج جينوم احنا خدنا ان هو دي ان ايه، تمام، ده فيروس، تمام، و الدي ان ايه الجينوم بتاعه عباره عن دي ان ايه. فبيقول لي اتس دي ان ايه مولكيول اند ذا هيد اوف اتس بروتين كوت، يعني ده دي ان ايه مولكيول وراسه عباره عن بروتين، لا الهيد والتيل اوف اتس بروتين كوت برضه لا، its DNA molecule and the tail of its protein coat, its DNA molecule only. طبعا هو بيتكلم عن الجينوم، ايه اللي هيوديني للكوت، ايه اللي هيوديني لبقيه الحتت والتيل والكلام ده كله، انا الجينوم عندي اللي كان بيحقنه جوه البكتيريا كان عباره عن DNA، يبقى its DNA molecule only. بيقول لي which of the following organisms when its genetic material is exposed to X-ray diffraction gives the following results. The nitrogenous bases are perpendicular to one of sides of single sugar phosphate backbone. يعني بيقول لي ده عبارة عن nitrogenous base، والnitrogenous base ديت عبارة عن single sugar phosphate backbone، يعني عندي single sugar phosphate backbone ماسكة فيها nitrogenous base. يعني من الآخر أنت عايز إيه؟ أنت عايز RNA، يعني عايز single strand RNA. طب البكتيريوفاج ده كان DNA، والشرشة كولايد كانت DNA، والستريم بتاعت النيمونيا بكتيريا كانت دي ان ايه، يبقى عندي البوليو مايليتس فيروس، تمام. وبرده زي ما عملت مع الطلاب عندي ان انا بقول لهم يا جماعه يا ريت ان احنا نتعرف على كل الفيروسات اللي هي الجينوم بتاعها عباره عن ار ان ايه مش دي ان ايه، تمام. جوجلت يعني تقدر تكتب على جوجل ايه هي الفيروسات اللي الستراكشر الجينوم بتاعها عباره عن ار ان ايه، هتلاقيهم مجموعه كده من الفيروسات، من اهمها الكورونا، البوليو، الكومن كولد، الانفلونزا، كل المجموعه ديت عباره عن ار ان اي فيروسز. سؤال رقم 11 بيقول لي which of the following DNA damages can be repaired by DNA repair enzymes، خطا وسيتم اصلاحه. طيب damage in a purine base in a DNA rank، طبعا انا عارف ان انا عندي كان الدي ان ايه عباره عن سلالم، حته بيورين عملتها طويله اهي عشان ايه الدبل رينج يعني، وحته بيريميدين وهكذا. طيب لو انا شلت واحده بيورين عادي تتصلح، شلت حته بيريميدين التانية قدامها تتصلح، يبقى دامج بيورين بيز ان رانج ان دي ان اي رانج ماشي.
ريموفال اوف دي ان ايه، يعني شلت السلمه كامله بقى. لا، لو شلت السلمه كامله مش هعرف اجيبها تاني. دامج ان ان انفلونزا فيروس جين، طيب ده انت لسه قايل لي اهو الانفلونزا دوت ار ان ايه، واحنا خدنا من الار ان ايه خلاص مفيش دبل ستراند فمش هنعرف نصلح. بريكنج اوف هيدروجين بونز بتوين بيس بيرز، لما اجي اكسر الهيدروجين بونز، ما انا لما اجي اكسر الهيدروجين بونز خلاص انا خليته سنجل ستراندد، انا بعدت التو ستراندز عن بعض، فبالتالي هقول له الدامج ان بيورين بيز ان اي دي ان اير. سؤال 12 بيقول لي study the diagram of asexual reproduction in two different species of living organisms and then deduce. هو هنا مديني multicellular organism، هذا multicellular organism بالميتوزس بيديني one somatic cell، بعد كده multicellular new individual X. طيب والتاني مديني multicellular organism بالميوزس اداني one reproductive cell واداني multicellular new individual Y. طيب مبدئيا كده عايز اتعرف على الحاجتين دول، ايه دول ممكن يكونوا ايه؟ طبعا دي سهل قوي، اللي هي مالتي سيلولر اورجانيزم الميوزس ادتني ريبرودكتيف سيل، والريبرودكتيف سيل عملت كائن جديد، دي البارثينوجينيسيس. الحته دي كده ده البارثينوجينيسيس. طيب هنا انا خدت سوماتيك سيل واحده، والسوماتيك سيل واحده دي قدرت ان انا اطلع منها يعني بالميتوزس اقدر اطلع منها مالتي سيلولر نيو انديفيديوال. دي ممكن تبقى كذا حاجة بالمناسبة، يعني دي مثلا ممكن تبقى تيشو كالتشر، ممكن تبقى سبروجني. تمام. طيب what distinguishes the individual X from the individual Y، ما الذي يميز X عن النيو individual Y؟ بس خلي بالنا من نقطة، هو هنا بيقول لي study the diagram of asexual reproduction two different species of living organisms. انا عندي هنا الجزء بتاع البارثينوجينيسيس، انا كنت ممكن اطلع reproductive cell، والreproductive cell دي بعد كده ممكن ان هي تعمل عملية بارثينوجينيسيس، وممكن بعد كده ان هي تعمل sexual reproduction. بالمناسبة خلينا بس نبدأ نشوف ايه الاختلافات. بيقول لك ايه اللي بيعمل distinguishing للindividual X دوت اهو عن الindividual Y، عن الindividual اللي طلع دوت. Exactly similar to the parent individual, different from the parent individual in characteristics. خلي بالكم من نقطة كده هقول لكم، يعني على زي حيلة لما تيجي تحل بيها وانت بتبص على الإجابات، لو لقيت إجابتين الإجابتين بيخالفوا بعض غالبا هتبقى واحدة فيهم. يعني لما أقول لك مثلا إيه حاجة حجمها كبير وحاجة في الاختيار التاني حجمها صغير، غالبا هتلاقي الإجابة حاجة في دول. طيب has half the number of chromosomes of the parent individual different from the parent individual in sex. طيب تعالى نمسك من تحت لفوق، different from the parent individual in sex. طيب ده انا هنا مالتي سيلولر اورجانيزم خدت منه سوماتيك سيل، اكيد هيبقى تيبيكال، يعني ده اكيد هيبقى تيبيكال في السكس للبيرنت. تمام، يبقى دي ما تنفعش. تمام، ده بالعكس، ده دي كانت ممكن تحصل عندي في واي، يعني او في الناحيه بتاعت واي. لو تفتكروا مثلا البارثينوجينيسيس كانت عندي فيميل، تمام، الفيميل بتطلع اوفم، والاوفم دي كانت ممكن هي تديني درون، تمام، اللي هو ذكر. طيب نبص على سي، has half the number of chromosomes of the parent individual. ليه ان شاء الله؟ دي سوماتيك سيل، يعني نفس عدد الكروموسومز. different from the parent individual in characteristics، ده لازم يبقى typical بالظبط. ليه؟ ده ميتوزز وميتوزز ولازم هيطلع تيبيكال بالظبط. تمام، فهنقول له لا غلط. exactly similar to the parent individual، exactly similar to the parent individual بالظبط. طب الناحيه الثانيه في واي، لا الواي عندي ده انا كنت بطلع اوفم، الاوفم دي كانت تديني درون، يعني كانت الاوفم ممكن بتديني يعني سكس مختلف، جنس مختلف. تمام، السؤال اللي بعده بيقول لي study the opposite figure that illustrates the formation of one of the fruits. If you know that one is formed from A، one ديت كونت من A، وبيقول لي and two is formed from
B و 2 اهي is formed from B. بالمناسبة دي هنا الكمثرى، الكمثرى زيها زي التفاح، مثال من أمثلة الفولس فروتس بالمناسبة، تمام؟ وهو موضحها لي على الرسمة، يعني وراني اهوت ان انت عندك بي ديت اللي هي الريسبتكل، ان انا عندي تو الفاكهة اللي انا اكلتها مكونة من الريسبتكل، والحتة الزنقورة اللي جوه دي هي دي الاوفري. فبيقول لي ايه الجملة الصح؟ طبعا دي فولس فروتس. طلعت منين؟ انا لقيت جواها سيدز، يعني انا هقول دي فولس فروت، يبقى انا هشطب على A وهشطب على C. فولس فروت نتجت من فيرتلايزيشن ولا نتجت من عدم حدوث فيرتلايزيشن؟ لا، نتجت طبعا من حدوث فيرتلايزيشن. الله عرفت منين؟ ما السيدز اهي قدامك اهي بتقول لك انا اهو. يبقى فولس فروت ريزلتنج فروم ذا اوكيرنس اوف فيرتلايزيشن. السؤال اللي بعده بيقول لي what is the reason for the difference in the number of offspring of fasciola worms fasciola worms that infect the human liver and the number of offspring of earthworm found in agricultural soil tunnels. يعني بيقول لي ما سبب الاختلاف، ما سبب الاختلاف في عدد الاوفسبرينج بتاعه الورمز اللي انفكت الهيومن ليفر. طبعا دي يعني اروح كاتب كده تحتيها ان دي عباره عن ايه، دي عباره عن بارازايتس. اكتب كده على دي بارازايتس. طبعا احنا عارفين البارازايتس دي لازم ان هي تنتشر كتير جدا جدا جدا. and the number of offspring of earthworm found in agricultural soil tunnels. لا دي حاجات يعني بتعيش عندي على الارض عادي مش بارازايتس. ايه سبب الاختلاف؟ طبعا عندي البارازايت بتبقى اكتر من الفري ليفنج، يعني اقدر اقول ان الايرث وورم دي فري ليفنج اورجانيزم، لكن الورمز التانية الفاشيولا وورمز اللي انفكت الهيومن ليفر دي عباره عن بارازايتس. يبقى ايه الاختلاف ما بينهم هنا؟ طبيعه الحياه، ده بارازايت ودوت فري ليفنج، ولا بارنتال كير بقى، ولا لونجر ايج، ولا واي اوف موفمنت، ولا اي حاجه. السؤال اللي بعده رقم 15 مديني فيجر بيقول لي the opposite figure represents a myofibril of skeletal muscle. هو عايز هنا ايه؟ بيقول لي how many complete light bands. انا عايز ال complete light bands اللي موجودة عندي في الفيجر اللي قدامي، عندي كام light band. طيب اللايت باند عندي اللي هي بتبقى موجودة فين؟ اللي هي بتبقى موجودة ما بين يعني اللي في منتصفها الزد لاين، يعني لما نيجي نرسم كده انا دايما بحب اخليهم يرسموا في الحتة دي كده، نعمل كده اهو بالمنظر ده، تمام. هو عايز هنا ايه؟ هو عايز الكمبليت لايت بانز اللي موجود عندي كام كمبليت لايت بانز. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة. طيب في نقطة هنا علشان نعرف في بعض الناس هتسأل فيها، يقول لك طيب هو انا ليه ما حسبتش اللي جوه بس، يعني واحد اتنين تلاتة اربعة، لان كان في بعض الاسئلة بتيجي بهذا الشكل. خلي بالكم من نقطة ان هو مكمل لك، يعني عشان اوضح اكتر، لو كان شلك الحتة دي كده خالص، الحتة اللي انا معلم عليها دي، وشلك الحتة دي كده خالص هنا اهو، اهو بالمنظر ده، شطبها كده، شطبها كده، وسألك وقال لك اديني الكمبليت لايت بانز، الجزء ده مش محسوب، فبحسب ايه؟ بحسب اللي جوه بس كمبليت لايت بانز. اقول له واحد اتنين تلاتة، ليه ما حسبتش التانيين؟ لان هما مش ظاهرين عندي في الصورة، لكن هو موضحهم هنا عندك في الصورة، مكمل لك اهو واضحين، يعني لما اجي اشوفها الاقي اهي كمبليت، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، كاملة وواضحة اهي قدامي، تمام. لان في بعض الاسئلة في بعض الكتب الخارجية كانوا جايبين نفس الفكرة بتاعت السؤال، لكن مش جايبين المنظر بالكامل، مش عاملين الامتداد اللي انت شايفه قدامك ده. الامتداد اللي انت شايفه اهو، الحتة الزيادة دي والحتة الزيادة دي هي اللي خلتني ان انا اقول انا قدامي خمسة complete light bands. طيب السؤال اللي بعده
بيقول لي the opposite figure shows sum of a pair fruit cells. Which of the following best describes the cells of this fruit number 1 and 2. هو هنا مديني فيجر بيقول لي الفيجر دي بتمثل قدامك بعض من الخلايا بتاعت البير اللي هي الكمثرى. Which of the following best describes the cells. تعال نشوف السيلز. طبعا سيل 2 دي واضح ان هي خلايا سكلرينكايما، تمام، واحنا عارفين من اولى ثانوي المعلومه دي يعني. وسيل 1 ديت واضح ان هي خليه عايشه بارينكايما عادي. يبقى هقول له سيل 1 و 2 سبورت كانوت بي لوست. لا ده انا عندي الفيسيولوجيكال سبورت كان بي لوست وكان بي جيند. سيل 1 از سبورتد باي ووتر، ولكن سيل 2 از سبورتد باي هارد سبستانس. ايوه هي دي. طيب سيلز 1 اند 2 لوس ذير سبورت وان تمبرتشر انكريزز. لا ما احنا قلنا بقى الستراكشرال سبورت ما بتفقدش بالحراره. طيب سيل 1 هاز ا بيرمننت سبورت بات سيل 2 هاز ا تمبرري سبورت. سيل 1 دي بيرمننت؟ لا سيل 1 دي فيسيولوجيكال، دي مش بيرمننت، اوكي دي تمبرري، ولكن سيل 2 ديت بيرمننت لانها ستراكشر. السؤال اللي بعده بيقول لي the drawing illustrates a muscle fiber. What does this drawing indicates؟ هو هنا موريك ايه؟ موريك ان انا عندي عضلة، ادي عضلة اهي، ولكن التندون مقطوع. يعني انا هيحصل عندي contraction عادي في العضلة، لكن هاجي في الحتة الاخيرة فيها مشكلة. تمام؟ طيب عرفت منين ان انت في مرحلة contraction؟ البوستيف جوه اهو. دي عملية depolarization يا باشا. البوزيتيف جوه اهو والنيجاتيف بره. يبقى هقول له في كونتراكشن، يبقى حكايه الريلاكسيشن دي لا اقفل كده عليها خالص. طبعا دي ديبولاريزيشن مش بولاريزيشن. يبقى في كونتراكشن without movement at the joint ولا with a normal movement at the joint. لا مفيش بقى حركه مظبوطه عند المفصل. ليه؟ لان انا عندي التندون مقطوع فالحركه مش هتكمل، وانا عارف ان التندون ماسك العضله ورابطها بالبون. تمام؟ عند البون دي بيبقى فيه المفصل، فحركة المفصل هتبقى مش مظبوط. السؤال اللي بعده رقم 18 بيقول لي the opposite figure illustrates a part of a mature ovary in a flowering plant. Which letter indicates to one of the products of the meiotic division. واحدة من البرودكتس بتاعت الميوتيك ديفيجن. طبعا انا عارف الخطوات كده اراجعها في دماغي، ان انا كان عندي السبور ماذر سيل. السبور ماذر سيل كانت بتعمل ميوزز، كانت بتديني اربع خلايا، الاربعه دول ثلاثه منهم بيموتوا يحصل لهم ديجنريشن، واحده بتعيش وتبدا تكبر اهي اللي هي بقت الامبريونيك ساك. تمام؟ وبعد كده عندي يبدا بقى يحصل من جوه ميتوزز ثلاث مرات. تمام؟ وتبدا انها تتكون بقى عندي. فهو بيقول لي مين في دول ناتج عن الميوتيك ديفيجن. السبور ماذر سيل اللي هي انقسمت بعد كده ادتني الامبريونيك ساك اللي هي بتبدا تكبر، هي اللي هي بي. يبقى انا هقول له الاجابه بي، سهله وبسيطه ما فيهاش حاجه. طيب مديني هنا دايجرام بيقول لي study the diagram that illustrates the activity of one of endocrine glands in human then conclude what is the factor that affects the activity of this gland shown in the diagram. طب هو هنا مديني جلاند، هذه الجلاند بتطلع هرمون، هذا الهرمون يؤثر على السمول انتستين. بيؤثر عليها ازاي؟ ان هو بيزود المونوساكرايدز ان ذا بلاد. طيب هو بيقول لي بقى what is the factor that affects the activity of this gland shown in the diagram. طيب افكر كده بالراحه، الجلاند دي كانت بتطلع هرمون والهرمون ده كان بيزود المونوساكرايدز ان ذا بلاد. ده انا عارفه الهرمون ده، ده الثيروكسين. طيب ايه اللي يخليني الجلاند دي تتاكتف كده وتتنشط كده وتبقى زي الفل؟ الثيروكسين، علشان يطلع من الثيرويد جلاند عايز ايودين، اديني ايودين، يبقى افيلابيلتي اوف ايودين ان ذا فود، مش محتاج كالسيوم. تمام؟ انكريزنج ان ذا بيزل ميتابوليك ريت، ده هو بيعمل انكريزنج في الميتابوليك ريت، هو اصلا لما بيطلع من الجلاند يعمل هذا هذه الفانكشن. انا بسال علشان الجلاند دي تتنشط اعمل لها ايه؟ اديها ايودين. سؤال رقم 20
بيقول لي study the table that illustrates the three immune mechanisms X, Y, and Z that take place in plant cells and then determine. مديني substance ومديني before الانفكشن و after الانفكشن و its purpose الهدف بتاعها. substance X كانت موجودة قبل وموجودة بعد والهدف بتاعها stimulation، يبقى واضح ان دي receptors قبل كده من اللي بتهيج المناعة كلها بتاعت النبات الريسبتورز. طيب واي بيقولي ما كانتش موجودة قبل الانفكشن، كانت موجودة بعد الانفكشن، هدفها detoxifying، شكرا، detoxifying enzymes اللي هي الانتيميكروبيال بروتينز. اخر واحدة بيقولي مبدئيا خلاص، يعني احنا تقريبا خلاص جبنا الاجابة، يعني اللي هي receptors antimicrobial proteins. طيب نشوف اخر واحدة، before الانفكشن موجودة، بعد الانفكشن موجودة، كانت بتزيد، هدفها ان هي بتكون مادة سامة توقف الجروث بتاع الميكروب او المشكلة اللي دخلت، يبقى ده على طول الجلايكوسايتس. يبقى الاجابة عندي ايه؟ السؤال اللي بعده 21 بيقول لي the figure illustrates two types of glandular cells in the human body. What distinguishes the gland A from gland B؟ طبعا gland A دي واضح ان هي اكسوكراين لان في دكت. جلاند بي ديت واضح ان هي اندوكراين جلاند، بتصب على طول الهرمونات بتاعتها في الدم. ايه اللي بيميز ايه بقى؟ سيكريتس هرمونز، لا طب كنترولز البلاد شوجر ليفل، اللي كان بيظبط لي بلاد شوجر ليفل الجلوكاجون والانسولين والاثنين هرمونز اندوكراين. كنترولز الميتابوليك ريت، الميتابوليك ريت ده كان بتاع الثايروكسين برضو، ده اندوكراين. سيكريتس الدايجستيف انزيمز، سيكريتس الدايجستيف انزيمز دي البنكرياس والدكتس، تمام، اللي بيتصب فيها البنكرياتيك جوس. سؤال 22 بيقول لي study the following diagram then determine what distinguishes the cells of the gland A from the cells of gland B. تعال نشوف cells gland A وتعال نشوف cells gland B. gland A هرمون has a relation with puberty، يعني هرمون له علاقة بالبلوغ، وهرمون helps in completing pregnancy. طيب ماشي، مبدئيا كده قلنا الهرمون بتاع البريجنسي البروجستيرون عشان نريح نفسنا، تمام. طيب جلاند بي هرمون secreted just before delivery، في هرمون بيطلع قبل الدليفري على طول. طيب تعالوا نشوف بيقولي ايه اللي بيميز السيلز بتاعت جلاند ايه من الجلاند بي. هرمون have a relation with puberty، هرمون بيبقى ليه علاقة بالpuberty، وهرمون helps in completing pregnancy، وجلاند بي ده هرمون بيطلع قبل الدليفري على طول. طيب لما نيجي كده نفتكر عندي انا كان الهرمون اللي بيساعد على الcompleting بتاع pregnancy دوت كان بيطلع منين؟ حتتين، corpus luteum بالاضافه الى البلاسينت، الاماكن اللي بيطلع منها. هرمون هذا ريليشن ويز بيوبيريتي، يعني هرمون له علاقه بالبيوبيريتي، يعني معنى كده ان في بلوغ، يعني في منسترول سايكل. يبقى جلاند اي دي واضح ان هي ليها علاقه بعمليه المنسترول سايكل، بعمليه المنسترويشن، تمام. والواضح في الفتره دي ان هي متقلبه رايحه وجايه، دي تمبرري، دي عبارة عن خلايا تيمبري، كوربس لوتيوم وجرافيان فوليكل والكلام ده كله، والتغيرات اللي بتحصل دي بتبقى كلها تيمبري. لكن جلاند بي سواء بقى الهرمون دوت كان الريلاكسين هرمون، او سواء كان هو مفروض الاوكسيتوسين، يعني ان هو بيطلع طول قبل الدفري عشان يبدا يعمل كونتراكشن جامد، ده كان بيطلع عندي من البيتويتري جلاند، بيطلع عندي من الجزء البوستيرير اللي هو النيورو هايبوثيسيس. فانا هقول له ان انا عندي جلاند بي دي ثابته، لكن جلاند ايه ديت متغيره. يبقى permanent endocrine cells secreting nerve cells، secreting nerve cells دي بتاعت جلاند بي. temporary endocrine cells او temporary endocrine cells هي دي مؤقته. 23 notice this figure that illustrates a human embryo inside the uterus of the mother. Identify the structures X, Y, و Z. Then conclude. طيب تعال نشوف الـ structures X, Y, و Z ده هو هنا مشاور على ايه؟ يعني X ده هيبدأ مشاور على الـ
بلاسينتا. واي عندي هنا مشاور على تقريبا اليوترس، تمام، وزد هنا مشاور على الامنيوتك فلويد. تعالوا نشوف. In which of the embryo development stages the structure X will separate from the uterine wall. البلاسينتا امتى بيحصل لها ديسوسيشن؟ يعني خلاص في الاواخر لما بنيجي ان شاء الله في مرحلة الولادة، يبقى هختار اقول له the third month of the third stage، خلاص في الولادة الشهر التاسع لما تبدأ تولد. 24 بيقول لي study the opposite drawing that illustrates two forms of DNA molecules numbered 1 and 2 in which the arrows refer to the regions where the same biological processes the same process occurs and then conclude. What is the difference between process in 1 and 2؟ طيب واضح هنا عندي ان هو مديني الدي ان ايه بتاع اليوكاريوت والدي ان ايه بتاع البروكاريوت، تمام، وظاهر قدامي 1 و 2، تمام، عرفت من الشكل بتاعه. فبيقول لي اختلاف البروسيس في 1 و 2 ايه؟ طبعا الستارت بوينت بتاعت البروسيس، لو نفتكر ان احنا قلنا في اليوكاريوت كنت ممكن ابدا من اي حته، البروكاريوت كنت ببدا عند نقطه والف وارجع لها تاني، يبقى هقول له ستارت بوينت اوف ذا بروسيس. سؤال 25 بيقول لي in front of you a segment of a DNA molecule. Which of the following exchanges leads to the occurrence of a mutation؟ مين في دول هيؤدي إلى الميوتيشن؟ طيب حاجة تؤدي إلى ميوتيشن دائم يبقى حاجة مش هتتصلح، حاجة مش هتتصلح، حاجة هيبقى فيها مشكلة. طيب بيقول لي the nucleotide 4 instead of 2. النيوكليوتايد 4 instead of 2. طيب هنشيل 4 ونحطها مكان 2. طيب اكمل بقيه الاجابات. The nucleotide 2 instead of 11. Nucleotide 2 هنشيلها ونحطها مكان 11. مش شايف اي فرق اهي وهي مش شايف اي فرق. The nucleotide 11 instead of 8. Nucleotide 11 هشيلها واحطها مكان nucleotide 8. طيب The nucleotide 8 instead of 7. نيوكليوتايد 8 هشيلها واحطها مكان 7. طيب لاحظتوا حاجه؟ لاحظتوا ان هو بيقول لك ذا نيوكليوتايد 4 instead of 2. لو انا شلت 4 وحطيتها مكان 2، طيب انا المفروض 2 ديت تبقى عندي ايه؟ انا عندي هنا ثايمين، يبقى المفروض قصادها ادينين. لما اجي اشيل الادينين واحط مكانه جوانين، ايه الاخبار؟ هيبقى فيه مشكلة، هيحصل عندي مشكلة. لكن تعال بص بقية الإجابات. لما يجي يقولي the nucleotide 2 instead of 11، طب ما دي أدينين وحطيتها عند 11، طب ما 11 دي أدينين برضو، فين التغيير؟ طيب the nucleotide 11 اللي هي الأدينين instead of 8 عندك، طب ما 8 دي أدينين حطيت مكانها أدينين، ايه المشكلة؟ The nucleotide 8 instead of 7، شلت الأدينين وحطيتها مكان 7، طب ما 7 دي أدينين برضو، مفيش أي تغيير. لكن هنا هي دي بقى اللي فيها مشكلة، هنا اللي هتعمل أزمة، إن أنا أشيل the nucleotide 4 instead of 2 حطها مكان 2، هي دي بقى اللي فيها مشكلة. سؤال 26 بيقول لي study this figure which illustrates one of human body joints and then conclude. يعني بيقول لي ابدأ ادرس الشكل دوت واستنتج. What is the expected result of the absence of substance 2؟ المادة بتاعة 2. طيب هي واضح ان المادة بتاعة 2 ديت اللي هي السينوفيال فلويد اللي موجودة اهي في الجوينت عندي. لما انا جيت شلت السينوفيال فلويد، ما هو ده اللي بيحصل بالمناسبة في كبر السن، ان السينوفيال فلويد دوت يبدأ ان هو يقل، فتلاقي بقى كبار السن يشتكوا المفاصل والكلام ده كله. فانا هقول له هيبقى فيه مشكله، هيبقى فيه difficulty في الموفمنت بتاعه الجوينت دوت، وواحده واحده هيبدا يحصل احتكاك ما بين البونز وبعضيها، والبونز وبعضيها الكارتليجز لما هتبدا تحتك ببعض مع الوقت هيبدا يحصل لها كروجن، تمام. 27 بيقول لي when a strawberry plant which produces small sized fruits is self pollinated
it produced large sized fruits. يعني هي كانت صغيرة وبعد كده لقيناها ان هي طلعت فروتس كبيرة. A reason for this case. معنى كده ان حصلت case of polyploidy. يبقى انا هختار الاجابة بتاعت البوليبلويدي. يبقى معنى كده ان انا حصل non-separation of chromatids after centromere division. بدأوا يتراكموا مع بعض. بدل ما كنا مثلا N و N وفي الاخر يديني 2N. لا. هيبقى بعد كده بقى 4N و 6N زي ما شفنا في البوليبلويدي. الحدوتة بتاعت البوليبلويدي. ما هو لو حصل segregation of factors during the mutic division ما كانش حاجة هتحصل. Changing the position of the size gene on the chromosome. لو السايز بتاع الجين اتحرك في الكروموسوم مش هيبقى فيه مشكلة عندي. Segregation of genes during the mitotic division. ما لو حصل وانقسموا بصورة مظبوطة برضو مش هيحصل عندي البوليبلويدي. انا عايز case of polyploidy. يبقى هنا non-separation of chromatids after centromere division. سؤال رقم 28 بيقول لي examine the picture that illustrates the formation of embryos inside a female uterus and then determine how many ova and sperms took part in the formation of this case respectively. طبعا انا شايف لكل بيبي هنا البلاسينتا بتاعته. اتنين بلاسينتا واتنين embryonic sac. يعني دول هنا dizygotic. تمام. ده هنا الفراترنال مش الايدنتيكال. يبقى انا هنا عندي اتنين sperms واتنين ova. 29 بيقول لي which of the following features distinguishes الريبوزومال RNA from both transfer RNA and messenger RNA. ايه اللي بيميز الريبوزومال RNA عنهم؟ the site of its transcription. ما هو the site of its transcription ما الاثنين بيحصل لهم transcription من DNA. كله بيحصل له transcription من DNA. طيب سيبنا من B دلوقتي. the site of performing its action. الريبوزوم الـ RNA ده كان بيشتغل يا باشا في السيتوبلازم. والـ tRNA كانت برضو بتجيب لي الأمينو أسيدز في السيتوبلازم. والمسنجر RNA كان بيخرج برضو عشان يحصل له ترانسليشن في السيتوبلازم. It's building units. طب الـ building units كلها نعرف إن هي ribonucleotides. طب the multiple copies of its gene. لو تفتكروا إن إحنا قلنا إن أنا عندي ريبوزوم الـ RNA كان ممكن بيبقى فيه حوالي 600 نسخة منه. ليه؟ لان انا الخليه محتاجه كتير كتير جدا ريبوزومز، فمحتاجه تطلع ريبوزوم الار ان اي كتير. 30 which of the following describes the changes that may occur in the arm muscle of a person who carries a heavy bag during ascending stairs. يعني بيقول لي ايه التغيرات اللي هتحصل على العضله بتاعه ذراع رجل شايل حاجه تقيله وطالع بيها ادوار عاليه. يبقى معنى كده في مجهود كتير هيحصل. تمام. increase the ATP amount in the muscle cells. لا غلط، ده هتقل. shortage of stored glycogen in the muscle cells. ايوه بالظبط. ليه؟ لانه بيعمل مجهود بيحرق glycogen. shortage of calcium ions needed to form transverse links. ايه اللي هينقص الكالسيوم ايونز؟ نقصان وزياده الكالسيوم ايونز دي بكميه الكالسيوم اللي جوه الجسم والباراثورمون والكالسيتون. shortage of the amount of neurochemical transmitters. مفيش النيوروكيميكال ترانسميترز. لو مفيش النيوروكيميكال ترانسميترز مش هيحصل كونتراكشن اصلا، مش هيعرف يمسك اساسا الشنط دي. يبقى shortage of stored glycogen in the muscle cells. 31 بيقول لي what distinguishes the RNA polymerase enzyme from DNA polymerase enzyme. ايه اللي بيميز ال RNA polymerase عن ال DNA polymerase؟ types of purines in the nucleotides of the new strands. انواع البيورينز عندي في النيوكليوتيدز بتاعت النيو ستراند. طيب انا عندي البيورينز هو هنا بيقول لي الفرق ما بين الار ان اي بوليمريز اللي هو بيبدا يشتغل ويطلع لي يعني ريبونيوكليوتيدز جديده، وهنا الدي ان اي بوليمريز انزيم. البيورينز عندي انا عارف ان هما الجوانين والادينين. طيب الجوانين والادينين عندي مشتركين في الدي ان ايه والار ان ايه. اوكي. فالاجابه دي غلط، مفيش اي تميز هنا. direction of addition of the new strand nucleotides. الدايركشن بتاعهم لا يا باشا، الدايركشن كان واحد. هما بيحبوا دايما يشتغلوا الاستراند الجديده من 5 ل 3. يروحوا على الاستراند اللي هي من 3 ل 5 ويشتغلوا من 5 ل 3.
type of sugar in the new strand nucleotides. ايوه طبعا، ده ار ان ايه يعني ريبوز شوجر، الدي ان ايه ده دي اوكسي ريبوز شوجر، يبقى type of sugar in new strand nucleotides. Presence of more than one type of the enzyme in prokaryotes، وجود اكتر من نوع في البروكاريوتس. لا ده انا خدت ان البروكاريوتس اصلا في الار ان ايه بوليمريز مفيش غير نوع واحد بس ار ان ايه بوليمريز. طيب 32 بيقول لي if the menstruation occurs to a woman in the first day of the month، حصل menstruation في اليوم الاول من الشهر وعايزه تستخدم الكونتراسبتيف بيلز. طب انا عارف ان الكونتراسبتيف بيلز بنستخدمها بعد انتهاء الدوره مباشره، امتى؟ انا عارف انها بتستمر من 3 ل 5 ايام، يبقى على طول ادور على الاجابه اللي هي يعني بعد اليوم الثالث، بعد اليوم الرابع، بعد اليوم الخامس، في الحدود دي، لكن ما اروحش للسابع مثلا عشان اعرف ليه ناس هتقول لك السابع. لا ما تروحش للسابع، انا عايز الخامس على طول. افرض المنسترويشن وقف بعد 3 ايام، اليوم الاول والثاني والثالث في الشهر، تبدا على طول في اليوم الرابع تاخد اقراص منع الحمل، خلصت في اليوم الرابع اشتغل في اليوم الخامس على طول. يبقى انا هقول له في اليوم الخامس. سؤال 33 بيقول لي which of the following immune methods precedes the other one in its occurrence، يعني ايه؟ يعني بتسبق حدوث التاني، يعني حاجة الأول وبعد كده التانية تبدأ إن هي تحصل. طيب increasing the number of receptors بعد كده formation of the cell wall، طيب دي غلط. هل بيحصل زيادة في receptors فبالتالي يبدأ يكون السيل وول؟ لا، السيل وول ده موجود كده كده، فيش حاجة جديدة. deposition of gum، أبدأ أحط gum وبعد كده يحصل thickening للستام epidermis by كيوتين، الكيوتين موجود قبل ما يكون الجام اصلا. thickening the cell wall by lignin producing antimicrobial proteins، اه دي صح. النبات الاول اول حاجة بيبدأ يحمي نفسه باللجنين، تمام، حمى نفسه باللجنين، بعد كده بقى دخله الباثوجين يبدأ يعمل الانتيميكروبيال بروتينز. طب تعالى اخر واحد producing detoxifying enzymes وswelling of the cell wall، لا ده يحصل swelling للسيل وول الاول عشان يحاول يمنع دخول الباثوجين، بعد كده الباثوجين دخل وبدا يطلع التوكسينز بتاعته نبدا نعمل الديتوكسيفاينج انزيمز بتاعتنا، يبقى الاجابه هتبقى سي. 34 بيقول لي the figure illustrates the role of two types of lymphocytes study it and answer what substances are produced from one and two respectively، انا عايز ايه الحاجات اللي هتطلع من 1 و 2 respectively. طيب هو هنا مديني الليمفوسايت، الليمفوسايت هنا بتقول لك binding 1 على infected cell، راحت عملت لها ايه؟ راحت موتتها على طول. طيب اللي بعده بيقول لي ادي الليمفوسايت binding 2 ليمفوسايت cell function stops، مين دول؟ منتهى البساطه انا عندي حاجة هنا بتموت الخلية، بتموت الانفكتد سيل، لما راحت على الانفكتد سيل موتتها. يبقى اذا دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن يا اما البيرفورين يا اما الليمفاتيك توكسنز، تمام، بتاعت السيتوتوكسيك تي سيلز، تمام، ما هي الليمفوسايت دي ممكن تبقى سيتوتوكسيك تي سيل، رمت حاجة، رمت بيرفورين، رمت ليمفاتيك توكسن، راحت موتتها، تمام. يبقى مبدئيا انا هشطب على ايه وهشطب على سي. بعد كده بيقول لي في نمرة 2 حصل ان السيل فانكشن ستوبس، راحت على الليمفوسايت تانية ووقفت شغلها. اللي بتروح على الليمفوسايت تانية وتوقف شغلها دي مين؟ دي اللي بتطلع من التي سبريسور سيلز اللي هي الليمفوكاينز، يبقى الاجابة الليمفوكاينز، لان لو سايتوكاينز، السايتوكاينز دي كانت ايه؟ بتسهل للدنيا وبتشغل الدنيا، تمام، يبقى الليمفاتيك توكسينز والليمفوكاينز. 35 مديني فيجر بيقول لي study the opposite figure then answer what is the effect of inhibition of auxins in this plant during this stage of growth. لو انا جيت رحت وقفت الاوكسنز، بيقول لي دي شجره with fully ripe fruits، لو انا جيت رحت وقفت الاوكسنز ايه اللي هيحصل؟ انا عارف اصلا من غير ما انت تقول لي، بعد ما الفروتس تطلع وتنضج الاوكسنز بتقف، وده يؤدي ايه؟ ان خلاص النمو بيقف، انت ما جبتش حاجه جديده، يبقى هيحصل stopping للفيجيتيف جروث،
stopping لل vegetative growth بتاع النبات، خلاص بيوقف النمو بتاعه. احنا قلنا ده هدف الاوكسنز، بعد ما خلاص عملنا اللي علينا وطلعنا الفروتس وكل حاجة، وقف بقى نمو النبات، وإلا هنلاقي الشجر ضرب في السما فوق، هيفضل بقى مكمل. تمام؟ طبعا forming fruits without seeds ده الفروتس طالعة اهي وزي الفل. wilting of fruits الفروتس هتدبل، ليه هتدبل؟ موجودة خلاص اهي. wilting and death of the plant لا مش هيموت، لا بالعكس، ده احنا قلنا يحصل ويلتنج وديث للبلانت لو ما حصلش عمليه البولينيشن عندي، وانه يتكون عندي فاكهه، دي ساعتها يبدا النبات ان هو يموت. يبقى معنى كده الاوكسنز من الاول ما كانتش شغاله. 36 بيقول لي a person feeds on large quantities of carbohydrates in his or her meals. What is the consequence of eating these quantities؟ حد عمال ياكل كربوهيدراتس كتير كربوهيدراتس كتير كربوهيدراتس كتير، ايه اللي هيحصل؟ deposition of fats inside liver cells, conversion of glycogen into glucose, the person becomes very slim, decrease of fats inside the muscle cells. طيب خلي بالنا عشان هو لاعب سيكا في الحتة دي. واحد بياكل كربوهيدراتس كتير، هل هكسر الجلايكوجين واطلع له جلوكوز؟ اكيد لا. يعني ليه جلوكاجون هيشتغل هنا ليه؟ يبقى مرت ايه؟ واحد عمال يديها كربوهيدراتس. البيرسون بيكمز فيري سليم هيرفع، يعني ده بالبديهه واحد بياكل نشويات كتير هيرفع، لا انسولين هيطلع عالي، وبعد كده هيبدا يدخل له دهون بقى. ديكريز اوف فاتس انسايد ذا ماسل سيلز، الفاتس اللي جوه الماسل سيلز هتبدا ان هي تقل، بالعكس. ديبوزيشن اوف فاتس انسايد ذا ليفر سيلز، حد هيقول لي لا ستوب احنا ما خدناش كده، احنا خدنا جلايكوجين هو اللي بيخش جوه الفاتس جوه الليفر سيلز، وخدنا كمان ان الانسولين كان بيدخل الجلوكوز ويحوله الفاتس ويدخله جوه الخلايا ما يخش جوه الكبد. امال الكبد لما يجي يسالك ويقول لك، او كمعلومه يعني ليك، الكبد الدهني المكون عليه دهون متراكم عليه دهون، ده نتيجه ايه؟ ما هو ناتج عن عادات غذائيه سيئه، ان واحد بياكل كربوهيدراتس كتيره، انسولين عنده على طول عالي، مرمي دهون بقى في كل حته في جسمه. Okay. يبقى deposition of fats inside liver cells. 37 مديني دي هنا الرسمة بتاعت الانتيبادي لو نفتكر. بيقول لي study this figure that illustrates one of the components of human blood. Recognize X, Y, Z, و M. طبعا X ده هنا البايندنج سايت اللي هو الانتيجين بايندنج سايت، Y دي السلفر بونز، وزد ده هنا مشاور على الكومبلمنت بايندنج سايت، وام ده مشاور هنا على الهيفي تشين. بيقول لي what is the chemical structure of the substance which forms part Z. دي اللي هي الكومبلمنت بايندنج سايت، انا عارف ان كل ده مكون من البروتين، يبقى الحتة دي مكونة من البروتين، وانا عارف ان الكومبلمنتس دي كمان عبارة عن بروتينز وانزيمز اللي بتيجي تركب. تمام. طيب بيقول لي what is the result of removing the spleen، شلنا السبلين ايه اللي هيحصل؟ السبلين ده المفروض اللي بينقي الدم، ياخد منه الريد بلاد سيلز القديمه، يبقى هيحصل زياده في عدد الريد بلاد سيلز القديمه، increasing the number of senescent red blood cells. ماليش علاقه بالميموري سيلز خالص، ماليش علاقه بالانتي بوديز، ماليش علاقه بالثايموس جلاند خالص، ما كانش ده دور السبلين. سؤال 39 بيقول لي which of the following immune substances doesn't play a role in curing hepatic cells of virus C. عندي خلايا كبد اصيبت بالفيروس، طيب الهيستامين ده معايا، الليمفاتيك توكسينز دي طالعه من السيتوتوكسيك تي سيلز معايا، الانتي بوديز طالعه برضو معايا من البي سيلز، الهيستامين مش هيعمل حاجه. الهيستامين ده قلنا بس مجرد انفلاميشن، اتعورت في حته، حصل مشكله في حته، يحصل فيها ان الهيستامين يطلع. 40 بيقول لي which of the following immune responses doesn't indicate precisely to the species of the pathogen that causes the infection. يعني بيقول لي مين في الاميون ريسبونسز اللي قدامك ديت بتشتغل مش محتاجه ان هي تتعرف على الفصيله، او يعني مين ده؟ الانتي بوديز ده، الانتي بوديز ده لازم تتعرف عليه وعلى الانتيجين وعلى عيشته وكل حاجه، سيبنا من الانترفيرنس.
البلازما بي سيلز، ما البلازما بي سيلز هي اللي بتطلع انتي بادز، فلازم تتعرف عليه. يظهر لي هنا بقى معضلتين بصراحة، هختار انترفيرونس ولا هختار سايتوتوكسيك تي سيلز؟ لا انا هختار الانترفيرونس، مش هختار السايتوتوكسيك تي سيلز، وهنقول ليه. الانترفيرونز عندي زي ما احنا قلنا ان هي بتشتغل في حالة وجود فيروس، سيل infected with virus the pathogen، تمام؟ سيل مصابة بالفيروس، هل هي محتاجة تعرف نوع الفيروس؟ لا. بي اتش اي في عفاريت، مش محتاج ان انا اتعرف على اي حاجة خالص، مجرد بس ان هو فيروس. طيب السيتوتوكسيك تي سيلز، لا ستوب بقى، السيتوتوكسيك تي سيلز كانت بتشتغل على الخلية اللي شكلها غريب، ممكن تبقى ترانسبلانتد اورجن، يعني ممكن تبقى خلية سليمة لكن جاية لي من شخص تاني، ده ما يعتبرش باثوجين، ده هنا ما يعتبرش باثوجين، يبقى اقول له سيتوتوكسيك تي سيلز دي ما تنفعش، كانسر سيل، خلية بتاعتي لكن كانسر، ده مش باثوجين، كانسر ده مش باثوجين، فبالتالي هقول له الانترفيرونس. بصوا شباب قبل ما اكمل محتاج ان انا ادي نصيحة، ان احنا الامتحان بيحتاج دقة شديدة جدا في اختيار الاجابة، اقرأ جميع الاجابات واختار بدقة شديدة وافكر اختار دي ليه وما اختارش دي ليه. طيب 41 بيقولي which of the following organisms produce their female gametes by mitosis، ده سؤال سهل طبعا، البوليبوديوم والملاريا بارازايت، تمام؟ هو هنا عايز الجاميتس اللي بتطلع بالميتوزس، كل الجاميتس اللي طالعه بالميتوزس، ستار فيش وافيد انسكت لا طبعا، البوليبوديوم والستار فيش لا برضو، الستار فيش دي مش معايا في الحسبان، تمام. بوليبوديوم اند ملاريا بارازايت، ايوه البوليبوديوم والملاريا بارازايتس، تمام. لو نفتكر البوليبوديوم كان عندي الانثريديا والارشيجونيوم من الجاميتوفايت، كانوا الاثنين ان وبيطلعوا الانثريديا تبدا تطلع السبيرمز اللي هي الان، والارشيجونيوم تبدا ان هي تطلع الاج اللي هي برضو ان، تمام. بالميتوزس الملاريا بارازايت نفس الفكره برضو، ان كانت عمليه ميتوزس، عمليه تكاثر بالميتوزس، ان انا عندي ميروزويتس كانت بتطلع، والميروزويتس دي جزء منها يتحول الى جاميتس، تمام، اللي هي الجاميتوسايتس عندي سواء الميل والفيميل، واللي بيحصل لهم ماتوريشن جوه الافيد انسكت استومك، يبقى اقول له بوليبوديوم وملاريا بارازايت. طبعا كوين بي دي غلط خالص لان كان بيطلع بالميوزس معايا. 42 بيقول لي وات از ديفرنس بتوين ذا تو فلاورز اي اند بي، ايه الاختلاف ما بين الاي اند بي؟ طبعا انا عندي اي دي هتعمل سيلف بولينيشن، اهو الانثر وينزل اهو، احنا قلنا لازم الانثر يبقى الستيمن عن نفسه يعني ذات نفسه يبقى طويل، فالانثر يبدا يدلدق البولين جرينز على الاستجما، لكن هنا ده هيحصل كروس بولينيشن. طبعا تايب اوف بولينيشن 6 اوف ذا فلاور، لا الاثنين هيرمافرودايت، نمبر اوف بولين ساكس برضو الاثنين زي ما انا شايف ان هنا عندي واحد اهو، يعني ده هنا عباره عن 4 و4 8 والناحيه الثانيه 4 و4 8. طب number of ovules 4 و 4 مفيش اي اختلافات خالص، يبقى type of pollination. 43 بيقول لي when doing a blood analysis for a person a species of bacteria was found in the blood sample، عملنا له تحليل لقينا نوع من البكتيريا جوه البلود سامبل بتاعته، which immune cells are responsible for protecting this person، ما هي نوعيات الخلايا اللي بتبدأ تحمي هذا الشخص. طيب نركز برضو عشان هنا في يعني سنة تركيز كده بسيط. natural killer cells، طيب مبدئيا natural killer cells كانت بتشتغل ان هي تموت خلايا على بعض، انا هنا بقول لك لقيت البكتيريا سرحة جوه الدم. البلازما بي سيلز، البلازما بي سيلز دي هتطلع له انتي بادز، والانتي بادز دي هتتصرف مع البكتيريا. حد هيجي يقولي طب انا هختار بقى الميموري تي سيلز، مالك ومال الميموري عامه، مالك ومال الميموري عامه، الميموري دي مهمه في المره الجايه ان شاء الله لما يتصاب باذن الله في المره الجايه، الميموري دي مهمه لو قال لك انه بيصاب بنفس البكتيريا للمره الثانيه. سايتوتوكسيك تي سيلز برضو نفس الكلام زيها زي الناتشرال كيلر سيلز، يبقى انا هقول له مين المسؤول عن الحمايه؟ البلازما بي سيلز. ليه؟ علشان هتطلع لي الانتي بودز. 44
بيقول لي which of the following substances is not considered from the components of the third line of defense. ده سؤال مباشر وصريح ما فيش فيه اي مشكله. هقول له طبعا الانترفيرونز السيتوكاينز دي ثيرد لاين، الانترليوكينز ثيرد لاين، الانفوكاينز ثيرد لاين، كل دوت كنا لقيناه، لكن الانترفيرونز اتفقنا ان هي موجوده في السكند لاين اوف ديفنس. 45 بيقول لي وات از ذا كونسيكونس اوف نون ديبوزيشن اوف كيوتين اون ذا ابيديرمس اوف بلانت ليفز. ما حطيناش كيوتين، ها سؤال اولى وثانيه ثانوي ده، نجيب حد من طلاب اولى وثانيه يحله لنا، سهل وما فيهوش حاجه. الكيوتين مش موجود، النبات هيبدا يحصل تبخير فيه مي عالي، يبقى البلانت لوزز زير تيرجيديتي. The plant loses its strength and hardness. النبات هيفقد الstrength والhardness. لا دي ما كانتش بتاعت الكيوتين. الhardness دي بالذات ما كانتش بتاعت الكيوتين. الhardness والنشوفية دي كانت بتاعت اللجنين. The plant is protected from the microbial invasion. ده هيبقى سداح مداح. يعني ده الدنيا ده الكيوتين بيحمي شوية. The plant gains its physiological support. لا loses يا حبيبي its physiological support. The plant cells lose their turgidity. أيوة. The plant cells lose their turgidity. 46 بيقول لي in front of you three pictures of a muscle during its activity. muscle اثناء الاكتيفيتي بتاعتها واضح ان بيحصل عمليه contraction. بيقول لي ما السبب for the no change in the state of the muscle from B to C. انا هنا حد بيعمل تمرين عمل contraction، خلاص ما الكونتراكشن يعني فضل من B زي C ما فيش اي اختلاف. Separation of the transverse links from actin. حصل separation، ما هو لو حصل separation هيحصل relaxation. طيب هل ما حصلش relaxation نتيجة accumulation of lactic acid؟ لا حصل accumulation of lactic acid، اللي هيحصل ان هو هيحس بوجع، لكن مش هو ده السبب. Increasing the production of ATP molecules. ما هو لو عندي ATP molecules ان شاء الله كانت هتفك transverse links، اي ما بتفكش. The arrival of insufficient amounts of oxygen to the muscle. أيوة مفيش كمية أكسجين، شكرا، مفيش ATP كويس، في shortage of ATP. هو اللي حصل هنا حصل muscle spasm، فضلت ان هي عندي شدة يعني مفيش relaxation. ليه؟ لان هنا مفيش كمية أكسجين، مفيش كمية ATP. 47 دي بقى بداية الأسئلة المقالي. بيقول لي study the opposite figure that illustrates two processes that occur inside the cells of living organisms and then conclude where the two processes number one and two occur inside the cells of living organisms. طيب تعالوا نشوف ايه العمليتين اللي بيحصلوا دول. تمام بيقول لي دول two processes. هنا 5 dash to 3 dash وهنا عندي enzyme guanine cytosine adenine thymine. طيب وهنا جوانين سيتوسين ادينين يوراسيل، والاثنين هنا من 5 داش تو 3 داش. تمام ستراندات جديده. طيب ايه اول حاجه تيجي كده في مخيلتي؟ ايه العمليه دي؟ الاول هو بيسالني بيقول لي وير ذا تو بروسيسز نمبر 1 اند 2 اوكير inside the cells of living organisms. مبدئيا العمليه دي بتحصل في السيتوبلازم. ايه العمليه دي؟ العمليه دي عمليه ترانسكريبشن. تمام يبقى دي حاصله فين؟ دي بتحصل في النيو السيتوبلازم بتاع البروكاريوتس. تمام وفي النيوكليوس. يعني انا لو عندي بروكاريوتس العمليتين دول بيحصلوا في السيتوبلازم بتاع البروكاريوت، دي عمليه ترانسكريبشن. طيب في اليوكاريوت؟ لا في اليوكاريوت دي كانت بتحصل جوه النيوكليس، لان الدي ان ايه عندي موجود جوه النيوكليس. تمام طيب السؤال اللي بعده 48 بيقول لي study the provided graph that illustrates the changes in the changes ماشي in the concentration of four hormones. التغيرات في هرمونات عندي A و B و C و D during the menstrual cycle بتاعت human female and then deduce. Explain how the change in the concentration of hormone B. هنا عندي هرمون B. Affects the change in the concentration of hormone C.
during the days from 10 to 12 of the cycle. طيب ايه اللي هيحصل؟ ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ هقول ان العلاقه ما بينهم direct proportion. طب ما تيجي نشوف الهرمونات دي ايه. طبعا رسمه الهرمونز مهمه جدا جدا، وقلنا الجراف ده من الجرافات المهمه قوي. تمام، طبعا ايه ده واضح عندي، ده البروجستيرون، وبي دوت واضح ان هو الاستروجين، وسي دوت اللي هو قرب اليوم ال 14 بيعلى قوي يوم الاوفيوليشن ده اللي هو ال اتش، ودي دوت اللي هو الاف اس اتش. فهنبدا نشوف هو عايز بقى ايه. هو عايز التشينج في الكونسنتريشن اوف هرمون بي الاستروجين افكتس الهرمون سي. لو نفتكر ان انا كان ايه اللي بيحصل لما افتكر كده المنسترول سايكل، كان ايه اللي بيحصل؟ الاستروجين يبدا يعلى. معنى ان الاستروجين بيعلى يبقى معناه ايه؟ معناه ان الجرافيان فوليكل بتنمو وجميله وزي الفل وخلاص جاهزه ان هي تفرقع وتطلع السكندري اوسايت. تمام، فبالتالي هبدا اقول له ان العلاقه ما بينهم دايركت بروبورشن. لما هيزيد الاستروجين اهو ده هيدي تمام، هيروح كده للمخ يدي التمام، يقول لك يلا يا باشا طلع ال LH احنا جاهزين يلا علشان نبدا نطلع السكند اوسايد، leads to the increase في concentration بتاع C. تمام، طيب بيقول لي when will the significant increase في concentration بتاع هرمون C، امتى يزيد هرمون C ال LH؟ وقلنا طبقا لكتاب الوزاره هنقول انه في اليوم ال 14. احنا قلنا انه بيبقى قبل اليوم ال 14، حتى الجراف اهو جايبه لك قبل اليوم ال 14 ب 36 ساعه، لكن خلينا مع الكتاب انه عند اليوم ال 14. فبيقول لي when will the significant increase in the concentration of hormone C on day 13 of the cycle have an effect on the ovary activity. Explain your answer. هاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول له ان انت عندك في اليوم ال 14 هيبدا التغير. ايه اللي هيحصل؟ هتبدا الكورب الجرافيان فوليكل تفرقع وتطلع السكندري اوسايت وتتحول الى الجرافيان فوليكل دي هتتحول الى الكوربس ليوتي. السؤال اللي بعده، دي الرسمه بتاعه الانتي بودي. وات ار ذا تايبس اوف كيميكال بونز ذات ار بريزنت ان ذا ريجن في اتش؟ اهو في اتش الحته دي، الحته دي عباره عن بروتين يبقى مكونه من امينو اسيدز، يبقى البونز اللي عندي بيبتايد بونز. طيب بيقول لي وات ار ذا بيلدينج يونتس ذات شير ان ذا فورميشن اوف ذا دايسلفايد بونز بتوين the two heavy chains of the molecule. بيقول لي ايه هي البيلدينج يونتس اللي بتساهم في تكوين the formation of the disulfide bonds between the two heavy chains of the molecule. انا عندي two heavy chains اهو، وعندي بوندات ما بينهم. فهو بيسالني ايه بقى البيلدينج يونتس، يعني من الاخر عايز البيلدينج يونتس بتاعت الهيفي تشينز عندي اللي هي الامينو اسيدز. بعد كده 50 بيقول لي what is the possible chemical structure of the compound lettered A. هو هنا مديني رسمة endocrine cell، تمام، وبعد كده مديني A وcell 1 وcell 2 وcell 3. بيقول لي ما هو ال possible chemical structure of the compound lettered A. endocrine cell هتطلع ايه؟ معي هتطلع هرمونز، وانا عندي الهرمونز حاجة من اتنين، يا اما بروتين يا اما ليبت. يبقى هقول له دي يا اما بروتين هرمونز او ليبيد هرمون او ستيرويدز، بروتينز او امينو اسيدز او ستيرويدز. تمام، فبعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي which of the three cells 1 و 2 3 may secrete a hormone when compound A reaches it. explain your answer. لما هرمون A يوصل له، طيب هرمون A ده هيركب فين؟ على انهي واحده؟ عند سيل 1. يبقى اقول له عند سيل 1 ليه؟ اهو هيعشق فيه، في ريسبتورز موجوده جاهزه للهرمون فتبدا تدي فيدباك تاني. تمام، في النهايه حابب ان انا اشكركم جدا جدا على حسن استماعكم. ما تنسوش ان انتوا تنضموا للجروب بتاعتنا على الفيسبوك بيولوجي فور اول سكندري ستيجز باي دكتور مينا جاد، والصفحه بتاعتنا على الفيسبوك دكتور دوت مينا جاد. ربنا يوفقكم ان شاء الله وباذن الله خير. امتحان انا شايف مستواه معقول جدا جدا ان شاء الله، يا رب ربنا يكرمكم، والامتحان فعلا بتاع اخر السنه يكون مشابه لمستوى هذا الامتحان، وربنا يفرح قلوبكم كلكم، وان شاء الله ربنا معاكم ويوفقكم. شكرا ليكم، وانتظرونا، ما تنسوش يا جماعه تعملوا سبسكرايب للقناه، وان انتوا تفعلوا زر الجرس علشان الوقت الجاي هينزل حلقات مهمه وحاجات مهمه جدا جدا لثانويه عامه. شكرا ليكم، الى اللقاء.